السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك نجاة ظهر. اليوم مش نوريكم السولد بتاعي، اليوم مش الشريط اللي يمت الكل من السولد بتاع جنيف، خاطر احنا في جنيف اللي هناك هنا السولد الكبير الكبير هو جوان وجويليا، في الصبابط في المكياج في الدبش في كل شيء. شريط هذوك ما دي كادو، شريتهم للمعلمين بتاع صغاري وصغاري عدوا في الجيمناستيك ويعملوا برشا حاجات، وليت شريت لهم خاطر في ديما في لافان داني يعطوا دي كادو للمدرسة الصغار، شريت لهم الكادوات هذوك. ما نقول نوريكم الكادو هذوك شنو، شريت لهم دي بواط كيما هكا، بواط دي مكياج ديجا كيف هكا، ممكن تشوفوا كيف هكا، هي بواط نتاع مكياج هذه شريتها من لوزان. مشيت لوزان فما غاديك بوتيك خاصه بالمكياج واللي بارفان وكل شيء، فيها دي مارك الكل. في شهر جوان وجويليا تعمل سولد كبير، مثلا مثلا بواطه كيف هكا ب 89 اورو، شريتها ب 19 اورو البواطات هذوما، وليت خذيت منهم برشا باش نعطي منهم للمعلمين بتاع صغاري باش نهز منهم كادوات لتونس. هكايا مزيان برشا ويستحق الواحد ياخذو. في الاثناء شريت انا ما بواطه كيف هكا، هذه خذيتها للروحي زاد لما مش عوز البري هذاك، هو شريتها للروحي باش نوريكم من داخل شنو فيها بالضبط. هو فيها دي باليت هكايا، والباليت هكايا يتحلوا زدنا منه ومنه، شو ما احلاه عجبني برشا. يانا شريت ولا تخديته ليا، يانا نحب انا الكولير البواطه نتاعو روج. زدت شريت هذا الباكو نتاعو، ها هو باكو يي زل جديد. شريت انا عندي نوعيه نتاع بارفان نستعمل فيها ريحتها بنينه برشا، هذه اوغ مومون ريحتها روعه ناخذ فيها، هي غاليه هذيا، هي ب 85 فرون سويس. في كيما هكا مشيت خذيتها مثلا ب 19 نورو، معناتها خذيتها هاكم تشوفوا، خذيت زوز وحده عطوها لي جراتوي، ها هما البكوات نتاعهم. خذيت ثلاثه كعبات، هاي الكعبات خديت ثلاثة كعبات، كعبة حليتها وكعبتين مازالوا. ديما هكا ناخذ هذه البارفان تاعي المفضلة، ديما ناخذ هكا في السولد البارفان تاعي باش خاطر في الشتاء ما يعملوش سولد كبير، هاني ناخذ من توا ونخلي حتى للصيف الجاي على الأقل كي نمشي ناخذ توفى عليا نمشي ناخذ منها. وعجبتني البواطة هذيا، أنا خديتها لبنتي تاع مكياج، خديتها لبنتي هذه خديتها ب 5 كورو. شوفوا البريم تاعها لنا مقيدينو 39، خديتها زاد عجبتني نتاع صغار نتاع بنات حلوه، هو فيها دي مكياج ما احلاها، عجبتني برشا خديتها شريتها لبنتي انا. هكا فرحت بها وكل شيء، كبتي كادو خاطر هي نجحت في قرايتها والكل، شريت لها هذايا الكادو هذاك. وفي نفس الوقت شريت من السولد الساك هذايا، شو محلاه عجبني برشا، روز على البيج، روز روزك البارد فيه سلسلة من داخل، هيا سلسلة عجبني برشا. هذا يتكلف لي ريتو ساك هذايا محلاه، تكلف لي حكاية 5 كورو، راني أنا نحب السولد ومناخذ كان الحاجة اللي نعرفها نتاع البيجي نتاعي وتكون زادة مزيانة. اخزرولها كيفاه حلوة وماهيش غالية، معنتها حكاية 10000 توانسة ماهيش غالية برشا. خديت زادة ساك آخر ها باش نوريهولكم، هاهو الساك هذايا اللي خديتو هانوا، خديته مازال داخل حتى من الداخل مازال بالكارت نتاعو، ما نحيتوش الكارت نتاعو مزيان عجبني. شوفي ديه كيفاش كوليرو عجبني، هذايا هذايا خديته ب 20 اورو محلاه سولدي من 59، خديته ب 20 مزيان برشا وعجبني ويتعلق في الزوز. خديت صاك اخر زاده هذايا خديته ب 25 فرنك سويس، معناتها حكاية 50 دينار توانسة، أما مزيان وجلد كبير وعجبني برشا.
هذايا هو حبيت نوريهولكم، كوليرو مزيان وعجبني وإفيكاس برشا، معناتها معناتها كوليرو حلو. باش نوريكم الاكسسوار، شريت هذيا 5 فرون، يعني الفرون يجيب حكاية معناتها زي لورو زايد على الفرون حكاية 10 سنتيمات، يعني 5 أورو معناتها. كي تجي تشوف اخزر محلاها، البريم تاعها اخزرولو، هاو البريم تاعها بالفرون سويس 29.90، حكاية 65 دينار توانسة، مي انا خديتها ب5 أورو، مزيانة وحلوة. شو محلاها هذيا، وخديت حاجة اخرى، خذيت هذا العقد هذايا، خذيته من هالشيام، شو محلاه، والاحجار نتاعو احجار حجر محلاه، ماهوش بلاستيك الاحجار نتاعو، اعجبني هذايا. حكايه عملوهم ب3 أورو، وخزروا له محلاه، عجبني انا، نحب لي زاكسسوار في اللبسه نتاعي، شو محلاه وما بنو. وخذيت حاجه اخرى زيده عبش نوريها لكم، هذيا السلسلة هذه تحسها تقليدية ولا كيفاه، فيها حجر زادة ماهوش بلاستيك، لا ميم شوز البري كما قلت لكم عليه، محلاها عجبتني، تتلبس على روب على شميزة، مزيانة برشا. كيما زادة خديتها ذوما، خديتها ذوما محلاهم عجبوني، زوز كعبتين خديتهم، ماهمش غاليين، حكاية 3 أورو زادة. وخديت هذايا موف، عقد موف نجم تلبسو على البلون على البيج باش يظهر الواحد نتاعو. هذايا اللي خديته، كل مره نمشي نهبط ناخذ حاجه، حتى باش الشتاء نجم تاخذ من توا. كيما خديت العقد هذايا، وخزروا محليه طويل، هانوا طويل برشا، شو محليه يهبل محلاها، عجبني برشا انا، خاطر بما اني مدينه يلزمني زاكسسوار طوال باش يظهروا، ما كانش. باش نوريكم انا زدت خديت ساك اخر، شبعت بالسيكان حاسي، شوف الساك هذايا محلاه، فيه مازال بالمشمع نتاعو زادا من داخل، هذايا خديته ب15 أورو، وكبير كبير اللي عجبني فيه، خديته من المانور، السيكان هذوكم الكل خديتهم من المانورا، لهنا المانورا معروفة فيها كلي مارك، مانورا في جنيف لهنا معروفة فيها كلي مارك، والسولد نتاعها يهبط أكثر من 50% ولا 70%، مرات يعملوا أكثر. زدت خديت شوسير البنتي، شو محلاه، باسكيت خديتها مزيانة عجبتني أنا، خاطر ديما اكثريه بالباسكيت، هذا البريم تاعها هانوا، خديته 50% ديجا. انا باش نوريكم زاد خديت باسكيت لروحي، انا نلبس لي باسكيت برشا، ديجا هانوا البريم تاعو، و 50% خديته نايك، هيا خفيف هاوكا، خفيف ومزيان وحلو، وانا نمشي بيهم لي باسكيت، سيرتو لي باسكيت في معناتها نلبسهم برشا في الشتاء ولا حاجه، يبدا باسكيت خفيفه نلبسهم برشا ونحبهم برشا انا لي باسكيت. شنو وصلت اخر، انا عندي برشا سوليد، باش نوريكم حاجه اخرى اللي خديتها، خديت هذايا لولدي هاوكا، مزيان عجبني انا، خديته لولدي هاوكا، خديته شوف اكثر من 50%، يعني من 49 خديته ب14، هذاك عجبني بالباهي بالباهي وحلو. عندي برشا صالح نفسي انا، ثم
هاكا الصبات لبنتي، خاطر عندي بحذايا برشا قربش. خذيت صندالي لبنتي تاع الصيف، هذايا البري نتاعها هانوا، يعني سولد سولد معناتها. عجبني صندال هذايا، هذايا صندال احلو ومزيان، وخذيته من برشكا بوتيك اسمها برشكا من سنتر فيل. هذايا عملوه من 69، عملوه ب6 يورو. خذيتو اعجبني، نتاع مناسبه، نتاع سواري، نتاع سهريه مثلا. وبيانتو انا عندي عرس خويا ديجا اخر جويليا، هذايا هو انا ديجا مروحه بيانتو، ما عندي مازالوا لي ديجور وروح. وخذيت الكريمات هذوما، كريم دو نوي وكريم دو جور، هذوما خذيتهم، هذوما خذيتهم ديما نستعمل فيهم شيء كبير. هذوما هذوما خديتهم بثلاثة فرنك، 3 أورو معناتها. شنو عندي آخر؟ ديجا حسب ما أظن هذا بورلو مامون هذايا عندي، وعندي خديت برشا دبش وبرشا حاجات أخرين. المرة ذي هاني صورت لكم شوية شويه سوليد، وان شاء الله المره الجايه نزيد نعمل لكم الدوزيام بارتي ونصور لكم لا دوزيام بارتي فيها اش خديت اخر، كيما الدبش، كيما لي روب، كيما برشا حاجات هكا، تاخذوا فكره على السولد لنا في جنيف، خاطر تويك سولد كبير. القطعه تاخذها ب2 يورو ب1 يورو، تبدا فما دي روب ب10 يورو مثلا، تبدا مزيانه برشا. انا ديما ناخذ الكبابت مثلا، لي فيست للصغار ولا ليلي ولا صبابت ولا دي باسكيت، ناخذهم من توا باش في الشتاء، على خاطر ما فماش برشا سولد في الشتاء، هاني على الاقل نستغل الفرصه وناخذ من توا. هذه اليوم مش شوريتكم، تنزيد نوريكم برشا برشا حاجات اخرين في الديزيام بارتي، ونقول لكم ابيانتو، وان شاء الله تكون عجبتكم السولد نتاعي اليوم.